هل الكون بيمتلك بنية أساسية يمكن رؤيتها من خلال أرقام خاصة؟ يعني ليه 26 رقم اللي بيشكلوا الكون بتاعنا ليهم القيم دي بالتحديد؟ زي سرعة الضوء وثابت بلانك والجرافيتيشنال كونستانت أو ثابت الجاذبية وكتل الإلكترونات والكواركات وجسيم بوزون هيجز والثابت الكوني اللي بيحسب سرعة توسع الكون والفيرمي كونستانت اللي بيتحكم في معدلات الانحلال الضعيفة وثوابت الأربع قوى الأساسية للطبيعة وغيرهم. ليه الحاجات دي واخدة القيم الصحيحة تماماً واللي بتشكل الكون بالشكل اللي احنا شايفينه وبينتج عنهم Fine Tuned Universe أو كون بمنتهى الدقة؟ ولو غيرت تغيير طفيف في قيمة أي رقم من الأرقام دي الكون بينتهي تماماً. وواحد من أشهر الأرقام اللي بتحكم آلية عمل الكون هو Fine Structure Constant أو ثابت البنية الدقيقة، والفيزيائيين بيعتبروه واحد من أعظم الألغاز في الفيزياء واللي بيشار ليه بالرمز ألفا. يعني الفيزيائي الشهير ريتشارد فاينمان بيقول إن المفروض كل علماء الفيزياء النظرية يهتموا برقم جالنا من غير ما نفهمه حتى الآن، وبيعتبر من أعظم ألغاز الفيزياء اللعينة. والرقم السحري ده هو الفاين ستراكتشر كونستانت أو ثابت البنية الدقيقة، وقيمته بتساوي 1/137.03599913. وواحد زي العالم بول ديراك اللي بيعتبر واحد من أشهر الفيزيائيين المؤسسين لميكانيكا الكم واللي اكتشف المادة المضادة والطاقة السالبة، كان شايف إن أصل الرقم ده وسبب قيمته دي بالتحديد بتعتبر أكبر وأهم مشكلة غامضة في الفيزياء. في الفيديو ده أنا هحكي لك بالتفصيل عن قصة الرقم الغامض ألفا، ودي إن شاء الله هتكون أول حلقة في سلسلة الثوابت الكونية أو الأرقام اللي بتشكل الكون وبتحكمه. وأنا حبيت أبدأ السلسلة بواحد من ثوابت الأربع قوى الأساسية للطبيعة اللي هو ثابت القوى الكهرومغناطيسية واللي بيطلق عليه ثابت البنية الدقيقة. وأنا عملت فيديو كامل قبل كده عن الأربع قوى الأساسية للطبيعة وهسيب لك اللينك بتاعه تحت الفيديو في الديسكريبشن. بس قبل ما نبدأ، لو أنت لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب أو اشتراك في القناة وتدوس على الجرس وتفعل كل الإشعارات علشان تشوف الفيديوهات الجديدة، وياريت تعمل شير ولايك للفيديو علشان ده هيوصله لعدد أكبر من الناس وتستفيد منه إن شاء الله. أهلا وسهلا بيكم، أنا عماد عصام وده موضوع جديد من العلم بالملعقة. من بداية القرن الـ19 والفيزيائيين لاحظوا ظهور رقم بدون وحدات أو أبعاد في معادلات رياضية كتير في الفيزياء، وواضح أنه بيتحكم في واحد من أهم التفاعلات الأساسية في الكون، وأطلقوا عليه اسم Fine Structure Constant أو ثابت البنية الدقيقة، وهو مقياس لقوة التفاعل بين الجسيمات المشحونة والقوة الكهرومغناطيسية. يعني على سبيل المثال، لو الرقم ده كان قيمته أكبر كانت قوة الجذب بين الإلكترون والبروتون في الذرة هتكون أكبر، وقوة التنافر بين الجسيمات اللي بتحمل شحنات متشابهة هتكون أكبر بنفس المقدار، ولو كانت قيمته أقل كانت قوة الجذب بين الإلكترون والبروتون هتكون أقل، وقيمة الثابت ده بتساوي 1/137. والرقم ده بيظهر في معظم الصيغ اللي بتحكم الضوء والمادة، والفيزيائي إيريك كورنيل اللي حصل على جائزة نوبل بيقول إن ألفا عامل زي الجولدن ريشيو أو النسبة الذهبية في الهندسة المعمارية، وفي فيزياء المواد اللي طاقتها منخفضة الذرات والجزيئات والكيمياء والأحياء في دايما نسبة بين الأشياء الأكبر والأصغر، والنسب دي دايما بتميل إنها تكون الفاين ستراكتشر كونستانت أو ثابت البنية الدقيقة. والثابت ده موجود في كل مكان لأنه بيميز واحدة من الأربع قوى الأساسية للطبيعة اللي هي القوى الكهرومغناطيسية، والقوى الكهرومغناطيسية بنقدر نشوفها في حياتنا اليومية على هيئة الضوء اللي هو عبارة عن موجات كهرومغناطيسية، وفي الإلكترونيكس المستخدمة في تصنيع كل الأجهزة الكهربائية، وفي التفاعلات الكيميائية لأن القوة دي هي اللي بتحكم التفاعلات بين الإلكترونات السالبة والنواة الموجبة في الذرات. يعني كيمياء الحياة كلها بتتحكم فيها القوة الكهرومغناطيسية، وبما أن ثابت البنية الدقيقة بيمثل القوة دي فأي تغيير طفيف في قيمته بينتج عنه انتهاء فوري للكون. يعني علشان قيمة ألفا قليلة اللي هي 1/137 فالقوة الكهرومغناطيسية ضعيفة لدرجة بتسمح بتشكل الجسيمات الأساسية، والإلكترونات بتتحرك بحرية بعيدا عن نواة الذرة وبتقفز بين مدارات الطاقة المختلفة، وده اللي أدى لتكون الروابط الكيميائية. وفي نفس الوقت الثابت ده كبير بدرجة كافية لدرجة ان الفيزيائيين بيقولوا لو كان قيمته بتساوي 1/138 بدل 1/137 ساعتها ما كانتش النجوم هتكون قادرة على تكوين عنصر الكربون، يعني ما كانش هيبقى فيه حياة تماما في الكون. والفيزيائيين بقالهم قرن من الزمن هيتجننوا ويعرفوا يا ترى ايه هي مصدر قيمة ألفا المميز ده، وطبعا احنا كمؤمنين عارفين مصدره كويس، ولكن هم لما يقسوا قالوا ان الثوابت الأساسية في الكون ممكن تكون عشوائية وممكن تكون اتحددت أثناء رميات النرد الكونية في ميلاد الكون.
والفيزيائيين فضلوا سنين طويلة بيحاولوا يقيسوا ثابت البنية الدقيقة بمنتهى الدقة، وبما أن القوى الكهرومغناطيسية موجودة في كل مكان فده سمح ليهم باختبار نظريتهم عن العلاقات المتبادلة بين الجسيمات الأولية. وفي ورقة بحثية جديدة اتنشرت في مجلة نيتشر العلمية الشهيرة، أعلن فيها فريق فرنسي من 4 علماء فيزيائيين في مختبر كاستلر بروسل في باريس عن القياس الأكثر دقة حتى الآن لثابت البنية الدقيقة، وقاسوا الرقم لحد 11 رقم عشري، وطلع أن ألفا بتساوي 1/137.035999206 بهامش خطأ 81 جزء من كل تريليون، والقياس ده أكتر دقة بثلاث مرات من أفضل قياس سابق اللي كان في سنة 2018، والثابت ده حير العلماء حرفياً من القرن الـ 19، وشايفين أن الرقم ده ممكن يكون بيحمل أدلة على الجراند يونيفايد ثيوري أو النظرية الموحدة الكبرى، ودي النظرية اللي الفيزيائيين بيأملوا أنها تجمع بين الأربع قوى الأساسية للطبيعة في إطار رياضي موحد. وثابت البنية الدقيقة بيجمع بين 3 من الثوابت الأساسية للطبيعة اللي هم سرعة الضوء والشحنة الكهربائية للإلكترون وثابت بلانك، وبيعبر عن نسبة سرعة الإلكترون في مداره لسرعة الضوء، يعني سرعة دوران الإلكترون في مداره حوالين النواة، والإلكترون بيتحرك بسرعة بتساوي 1/137 من سرعة الضوء اللي هي حد السرعة القصوى في الكون. والفيزيائي لورنس إيفز بيقول إن الرقم 137 هيكون هو الرقم اللي هنرسله للفضائيين علشان نعرفهم إننا عندنا السيادة على كوكبنا، وساعتها هيعرفوا الرقم لو كان عندهم نفس القدر من العلم اللي توصلنا له، لأن الرقم ده ثابت في جميع أنحاء الكون ويقدروا يتوصلوا له بالتجارب والحسابات زي ما قدرنا نتوصل له. وعلشان تتخيل قد إيه الرقم ده عامل خرم في دماغ الفيزيائيين، خليني أحكي لك على كلام الفيزيائي وولف جانج باولي الحاصل على جائزة نوبل واللي كان مهووس بمعرفة مصدر الرقم ده طول حياته. الراجل ده قالك اني لما اموت اول سؤال هسأله للشيطان ايه معنى ثابت البنية الدقيقة. هتقولي طيب ازاي العلماء اكتشفوا الرقم ده بشكل تجريبي، يعني بعيدا عن المعادلات والحسابات الرياضية؟ العلماء يا سيدي لاحظوا وجود نمط من ازاحات الضوء القادم من الذرات بما فيهم الضوء القادم من النجوم والشمس، والنمط ده كان عبارة عن رقم ثابت اطلقوا عليه ثابت البنية الدقيقة او الفا. والقصة بدأت في سنة 1916 لما كان الفيزيائي الألماني أرنولد سامرفيلد شغال على تطوير نموذج نيلز بور للذرة، واللي كان بيقول إن الإلكترون بيدور في مستويات محددة من الطاقة حوالين النواة بتتناسب مع ثابت بلانك، وأطلق عليها اسم المدارات الذرية. ونيلز بور شبه دوران الإلكترونات حوالين النواة بدوران الكواكب حوالين الشمس زي ما شرحت بالتفصيل في فيديو كامل قبل كده، ولما الإلكترون بيتنقل من مدار أعلى لمدار أقل بيطلق طاقة على شكل فوتونات، ولما الإلكترون بيمتص طاقة أو فوتونات بيتنقل لمدار طاقة أعلى. ولكن التجارب وقتها أثبتت حاجة ما كانتش موجودة في تنبؤ نيلز بور بمدارات الطاقة، وهي إن كل مدار في الحقيقة هو عبارة عن مدارين قريبين جدا لبعض مش مجرد مدار واحد، وده بين إن نموذج نيلز بور للذرة غير مكتمل. وهنا يجي دور الفيزيائي الألماني أرنولد سامرفيلد واللي عمل بعض التعديلات وحط ثابت جديد على معادلة نيلز بور اللي بتتنبأ بمدارات الطاقة داخل الذرة اللي هو ألفا، وسماه فاين ستراكشر كونستانت أو ثابت البنية الدقيقة. وكان الهدف من الثابت ده إنه يشرح الانقسام الملحوظ أو البنية الدقيقة لمستويات الطاقة لذرة الهيدروجين، وعن طريق ألفا كمان قدر يحسب احتمالات إن الإلكترون ينتج فوتون أو يمتصه. والقانون الجديد نجح انه يقدم تنبؤات بمنتهى الدقة، وفي الوقت ده ما كانتش حاجة جديدة على الفيزياء ان عالم يصيغ قانون ويحط فيه رقم ثابت يعبر بيه عن نقط القوة في العلاقات المختلفة، زي ما نيوتن عمل في قانون الجاذبية لما حط الجي اللي هي الجرافيتيشنال كونستانت او ثابت الجاذبية، وده بيمثل القوة الاساسية لتفاعل الجاذبية. ده غير ان اينشتاين استخدم ثابت سرعة الضوء اللي هو سي علشان يعبر عن العلاقة بين المجالين الكهربي والمغناطيسي، وتم استخدام ثوابت غيرهم كتير في معادلات فيزيائية تانية. ولكن اللي بيميز ألفا أو ثابت سامرفيلد إنه دايمنشنلس، يعني ملوش أبعاد أو وحدات قياس يعتمد عليها قيمة الرقم، زي قيمة باي في الدايرة كده، يعني بيعبر عن نسبة على عكس كل الثوابت الكونية التانية اللي بتتغير بتغيير الوحدات. على سبيل المثال سرعة الضوء ممكن تقيسها بالمتر في الثانية وممكن تقيسها بالميل في الساعة وغيرهم، ولو غيرت أي وحدة من وحدات القياس هيطلع لك سرعة الضوء برقم مختلف. ولكن ثابت البنية الدقيقة ما بيتغيرش أبدا بغض النظر عن استخدام أي وحدات في الكون، وبيفضل ثابت في جميع الأحوال 1/137. علشان كده الفيزيائيين شايفين إننا لو قابلنا كائن فضائي وقدرنا نشرح له الأرقام بتاعتنا وفهمها هيكون صعب جدا إنه يستوعب أي رقم من الثوابت الكونية إلا رقم ألفا، لأنك لو شرحت له سرعة الضوء مثلا مش هيفهم الوحدات زي المتر أو الميل أو الساعة أو الثانية، مش هيقدر يستوعب الكلام ده بيعبر عن إيه. ولكن ثابت البنية الدقيقة مش محتاج يعرف عنه غير قيمته فقط بدون أي وحدات،
وعلى الرغم من ان سامرفيلد هو اللي توصل للثابت العجيب ده، ولكنه ما كانش مستوعب مدى غرابته وغموضه. ولكن مع تطور فهم الفيزيائيين لعالم الكم، بدا يظهر الثابت ده في معادلات رياضيه كتير، وتحديدا في اي معادلات خاصه بتفاعل الجسيمات المشحونه مع الضوء. ومع مرور الوقت قدروا العلماء يتوصلوا ان الفا هو المقياس الاساسي لقوه التفاعل بين الجسيمات المشحونه مع الاشعاع الكهرومغناطيسي، وعرفوا ان لو كان حصل اي تغيير طفيف جدا لثابت البنيه الدقيقه كان احجام الذرات هتكون مختلفه، وساعتها كيمياء الكون هتتغير تماما، وبالتالي هتتغير التفاعلات النوويه وهيستحيل وجود حياه في الكون على الاطلاق. والعلماء فضلوا يبحثوا عن تفسير ليه الرقم ده بالتحديد، واللي نتج عنه الكون بالشكل اللي احنا شايفينه، ليه ما كانش اي رقم تاني؟ وهم شايفين ان القيمة نفسها مهمة واكيد ليها معنى، وعلشان كده الفيزيائيين بيعتبروه واحد من اكبر الالغاز في الفيزياء، وده خلى بعض الفيزيائيين يتجهوا لعلم الاعداد كمحاولة لفهم اصول ثابت الفا. وفي منهم اللي قال ان الرقم 137 ليه علاقة بعمر الكون اللي هو 13.7 مليار سنة. وفي اوائل القرن العشرين عالم الفلك الشهير السير ارثر ايدينغتون، واللي اكد صحة نظرية النسبية العامة لاينشتاين بدليل رصدي لما رصد انحناء الضوء القادم من النجوم بسبب انحناء نسيج الزمكان، حسب ان الكون فيه 137 في 2.256 ذرة هيدروجين، علشان كده ثابت البنية الدقيقة واخد الرقم ده بالتحديد. وحتى الان العلماء لم يتوصلوا للسبب الحقيقي وراء القيمة دي تحديدا، وكل اللي بيقدروا يعملوه انهم بيقيسوه في تجاربهم وبيعوضوا بيه في معادلاتهم وبيستنتجوا منها تنبؤات جديده بيتاكدوا من صحتها بعد كده بالتجارب العلميه. والفيزيائيين بيأملوا انهم لو توصلوا للنظريه اللي اطلقوا عليها نظريه كل شيء هيتمكنوا من حل لغز ثابت الكون ده. ولغايه وقتنا هذا ما قدامهمش غير انهم كل لما يتسالوا عن سر الرقم الفا يهزوا كتافهم، ولكننا على الاقل عارفين هنكتب ايه الاول كائن فضائي هنتواصل معاه. انا كده خلصت، ولو انت مهتم بالعلوم وبالفيزياء تحديدا ما تنساش تشترك في القناه علشان تتابع المواضيع الجديده، وياريت تعمل لايك وشير لاصحابك وحبايبك المهتمين بالمواضيع دي. وكالعاده هسيب لك المصادر تحت الفيديو في الديسكريبشن، واشوفكم قريب على خير في فيديو جديد ومفيد ان شاء الله.